بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. لا زال الكلام متعلقا بأحكام البيع، والمصنف رحمه الله تعالى شرع في الكلام على شروط المعقود عليه. وشروط المعقود عليه 5، جمعها العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في بيت فقال: في طاهر منتفع به قدر تسليمه ملك لذي العقد نظر. فهو ذكر الشروط 5 إلا واحدا، أن يكون منتفعا به، لم يذكر هذا. فنشرع الآن، وهذا الشرط الثاني، قال: وطهره، أي وطهر المعقود عليه. فالضمير في قوله طهره يعود على المعقود عليه، والمعقود عليه بارك الله فيكم هو الثمن والمثمن. والغالب الآن أن المثمن يكون سلعة، وأن الثمن يكون نقدا، وذلك أن المال هو كل طاهر منتفع به. فالمال، مصطلح المال، يشمل النقود. ولذلك لو سألتك: ما العلاقة بين المال والنقد؟ فالجواب: المال أوسع دائرة من النقد، لأن المال قد يكون كتابا، وقد يكون ثوبا، وقد يكون سيارة، وقد يكون دينارا ودرهما. فمصطلح المال أوسع من مصطلح النقد، بل إن المال قد يكون عينا، وقد يكون منفعة، وقد يكون دينا، صح؟ إذا مصطلح المال أوسع. وبالتالي نحن نستطيع أن نقسم البيع، وسأعود إلى الدرس، إلى 3 أقسام. فعندنا بيع نقد بنقد، هذا الذي يسمى عند الفقهاء الصرف، ويسمى عندنا صرفا. فعندك دينار تريد أن تحول الدينار إلى درهم، أو عندك دراهم تريد أن تغيرها إلى دينار، فبيع نقد بنقد هذا يسمى صرف. وبيع سلعة بسلعة، أو عرض بعرض، والعرض كما درس في الزكاة ما يقابل النقد، ويقال عروض تجارة، تمام؟ بيع سلعة بسلعة هذا يسمى بيع مقايضة. فأقول لك: بعتك هذا الكتاب بهذا الثوب، تقول: قبلت، تمام؟ قبلت هذا البيع. إذن هذا إيش يسمى؟ مقايضة. بيع مثمن بمثمن، بيع سلعة بسلعة. النوع الثالث: بيع سلعة بنقد، تمام؟ وهذا البيع المعتاد المنتشر الآن، بيع سلعة بنقد. فهنا لما قال وطهره، طهر ماذا؟ طهر المعقود عليه، سواء كان المعقود عليه ثمنا أو مثمنا. طبعا انتبه من باب الفائدة، لو قال قائل: لو قلت في المثال السابق بعتك هذا الكتاب بهذا الثوب، قال: قبلت هذا البيع، أين الثمن؟ الكتاب أو الثوب؟ الثمن ما دخلت عليه الباء، ما دخلت عليه الباء هو الثمن، واضح؟ إذا كان العقد عقد بيع مقايضة، فالثمن ما هو؟ ما دخلت عليه الباء، ما دخلت عليه الباء هو الثمن، تسمى باب العوض، تمام؟ وبعدين تدرسوها إن شاء الله في عوامل جرجان إن شاء الله، تمام؟ فالثمن ما هو؟ ما دخلت عليه الباء. طيب وإذا كان عندك نقد وسلعة، فالثمن هو النقد اختصار. فهنا لما أقول وطهره، طهر ماذا؟ طهر الثمن والمثمن، طهر السلعة وطهر الثمن، هذا لابد من طهره وهذا لابد من طهره. ولذلك في المثال السابق بعتك هذا الكتاب بهذا الثوب، تمام؟ لابد من طهر الكتاب، ولابد من طهر إيش؟ الثوب، لابد من طهر هذا وهذا. فقال وطهره، أو إمكان طهره بغسل،
يعني إما أن يكون طاهرا وإما أن يكون متنجسا لكن يمكن تطهيره بغسل. إيش تفهم من هذا الكلام؟ تفهم من هذا الكلام أنه لو كان نجسا فالنجس لا يمكن تطهيره، صح؟ إلا إذا كان جلد ميتة أو كان خمرا فيمكن تطهيره بإيش؟ بالدباغ أو بالتخلل، صح؟ أن هذا لا يصح بيعه، لأنه إما لا يمكن تطهيره أو يمكن تطهيره بغير غسل. فما لا يمكن تطهيره لا يصح بيعه، وما يمكن تطهيره بغير غسل يعني بالتخلل مثلا، بالدباغ مثلا، بالمكاثرة مثلا، كماء قليل أو ماء كثير تغير بالنجاسة، أو ماء قليل وقعت فيه نجاسة، لاقته نجاسة، هذا صار نجسا، أي صار متنجسا، صح؟ كيف يمكن تطهيره؟ بالمكاثرة، نكاثره بالماء حتى يزول ذلك التغير، هذا في الكثير، وحتى يبلغ قلتين بلا تغير، هذا في القليل. الآن أمكن تطهيره أو لا؟ أمكن، لكن بالغسل؟ لا، ليس بالغسل، لا يصح بيعه. فهمت؟ إذن ما الذي يصح بيعه؟ الذي يصح بيعه هو الشيء الطاهر أو الشيء المتنجس الذي يمكن تطهيره بالغسل. فما لا يمكن تطهيره وما أمكن تطهيره بغير غسل هذا لا يصح بيعه. وبناء على هذا، هل يصح أن تبيع ثوبا متنجسا فيه نجاسة، يعني ثوب فيه دم، هل يصح أن تبيعه ولا يصح؟ لماذا يصح؟ الجواب لأنه وإن كان متنجسا لكن يمكن تطهيره بالغسل، لكن بشرط أن هذه النجاسة لا تستر شيئا منه. واضح لنا؟ لأنها لو سترت شيئا منه فلا تتحقق رؤية المبيع على وجه التمام. فهمتم ولا لا؟ كأن تكون النجاسة مثلا نجاسة حكمية. واضح يا شيوخ ولا لا؟ جيد، فتنبهوا لهذا. إذا تقرر هذا، فإذا بعته يا شيخ عبدان، إذا بعته هل لا بد هذا الثوب المتنجس، هل لا بد من البيان أو لا؟ يعني هل لا بد أن تبين للمشتري هذا الثوب ثوب متنجس أو لا؟ في الحقيقة لم أجد كلاما للفقهاء في هذا، لفقهائنا الشافعية ما وجدته، واضح رحمهم الله. لكن الذي يظهر الوجوب لأمرين، الأمر الأول لأن في بيع الثوب المتنجس بلا بيان تدليس على المشتري، والأمر الثاني إذا كان هذا المشتري سيستعمله للصلاة، واضح، فهذا سيعرض صلاته للبطلان. وقد ذكر العلماء في الفقه، ومر معكم هذا قريبا في قراءة البيجوري، أن إذا رأينا شخصا يصلي بثوب فيه نجاسة لا يعلمها وكان مذهبه أن هذا الشيء نجس، يجب، انتبه، ضع خطا هنا، يجب علينا أن نخبره بذلك، صح ولا لا؟ إذن هنا يظهر وجوب البيان على البائع، فيبين له أن هذا الثوب متنجس حتى مع الصحة. لكن نفترض أنه ما بيّن، البيع من حيث الصحة صحيح، البيع من حيث الصحة صحيح، تمام، بارك الله فيكم. هي الآن نقرأ. قال: وطهره أو إمكان طهره بغسل فلا يصح. الفاء هذه فاء التفريع، شوفوا حط لك الشرط، الآن سيفرع على الشرط. فلا يصح بيع واحد نجس، وبعدين قال ولا متنجس، هذا الثاني. فلا يصح بيع نجس ولا متنجس، قال فلا يصح بيع نجس، ثم مثل، ما مثال النجس؟ قال كخمر. وظاهر الإطلاق في قوله كخمر سواء كانت الخمر محترمة أو غير محترمة، والخمر المحترمة معروفة وغير المحترمة معروفة، صح؟ غير المحترمة هي التي عصرت بقصد، غير المحترمة، غير المحترمة هي التي عصرت قصد الخمرية، واضح؟ والمحترمة هي التي عصرت لا بقصد الخمرية، جيد ولا لا؟ قال نجس كخمر وجلد ميتة، لا يصح بيعه جلد الميتة لأنه نجس. قال
وإن أمكن طهرهما بتخلل ودباغ أو دباغ، حتى وإن كان طهرهما ممكن بتخلل أو دباغ. شوف، بتخلل هذا يعود على الخمر، أو دباغ هذا يعود على جلد الميتة على طريقة اللف والنشر المرتب. جيد. حتى وإن أمكن طهرهما بتخلل أو دباغ فلا يصح. لماذا؟ لأنه أمكن طهرهما لكن بلا غسل. واضح يا شيوخ؟ جميل. قال: ولا متنجس لا يمكن طهره. مثل إيش؟ مثل المائعات إذا تنجست، لبن، زيت، عسل، المائعات إذا تنجست تعذر تطهيرها. المائعات إذا تنجست تعذر تطهيرها، بخلاف الماء إذا تنجس أمكن تطهيره بالمكاثرة، لكن المائعات إذا تنجست تعذر تطهيرها. وأنتم تعرفون الضابط في المائعات أن المائع له حكم الماء القليل، ينقص بمجرد ملاقاة النجاسة، وأن المائع إذا تنجس تعذر تطهيره، وإذا تعذر تطهيره حينئذ لا يصح بيعه. لكن لا يصح بيعه وليس لا يجوز الانتفاع به. مرحبا أستاذ، واضح؟ وليس لا يجوز الانتفاع به، الانتفاع به يجوز. فمثلا على سبيل المثال يمكن أن تطعمه الحيوانات، إذا كان عسلا تنجس يمكن أن تسقيه للنحل. جيد ولا لا؟ قال: ولا متنجس لا يمكن طهره ولو دهنا تنجس. وقوله ولو دهنا تنجس إشارة إلى تضعيف الرأي المقابل، لأن في رأي في المذهب يقول، وهذا الرأي ذكره الإمام النووي في كتاب النجاسات في منهاج الطالبين. شوف فين ذكره، في كتاب النجاسات، تمام، في منهاج الطالبين. في رأي يقول إن الدهن إذا تنجس أمكن تطهيره بغسله، فيقولون يوضع الدهن المتنجس ثم يصب عليه ماء ثم يخلط ثم يترك، فيبقى الزيت في الأعلى والماء في الأسفل، ثم يخرج الماء ويبقى الزيت طاهرا. قالوا هكذا، لكن هذا رأي ضعيف في المذهب. فإشارة للرد على هذا الرأي إيش قال؟ ولو دهنا تنجس. واضح الشيخ ولا لا؟ قال: ولا متنجس لا يمكن طهره ولو دهنا تنجس، بل يصح هبته. بل يصح هبة إيش؟ هبة الدهن هذا المتنجس، أو هبة المائع المتنجس، سواء كان دهنا أو لبنا أو عصيرا أو عسلا تنجس يصح هبته. مرحبا أستاذ مصطفى، أهلا وسهلا. مرحبا أستاذ وافي، واضح يا شيخ ولا لا؟ طيب، قال بل تصح هبته. طيب عندنا نحن ضابط في باب الهبة إيش يقول؟ يجوز فيما جازا كما، لا ليس ذا، تصح فيما بيعه قد صح واستثني نحو حبتين قمحا. ايش يقول في باب الهبة؟ الشيء الموهوب شرطه انه يصح بيعه، فما صح بيعه صحت هبته، ما لا يصح بيعه لا تصح هبته. جميل. طيب الان هذا يصح بيعه ولا يصح؟ لا يصح. طيب تصح هبته ولا يصح؟ لا تصح. طيب كيف قال هنا بل تصح هبته؟ المقصود بقوله بل تصح هبته، المراد بالهبة هنا أنها بمعنى نقل اليد، بمعنى إزالة الاختصاص، وليس المقصود بالهبة هنا الهبة التي هي تمليك. وهذا يحتاج إلى بعض الشرح، انتبه معي. في عندنا مال، ما هو المال؟ كل طاهر منتفع به. وفي عندنا شيء آخر اسمه اختصاص. الاختصاص ما ليس طاهرا لكنه ينتفع به، إذن هذا ليس مال. ما مثاله؟ مثاله الكلب. قد يكون عندك كلب صيد، كلب حراسة، حراسة زرع، حراسة ماشية، هذا ينتفع به لكنه ليس إيش؟ ليس طاهرا، هذا اختصاص. هذا اختصاص. قد يكون عندك ميتة، شاة ماتت، هذه الشاة الميتة، هذه الميتة ليست مالا لكنها اختصاص، يمكن أن تنتفع بها، تطعمها لكلابك على سبيل المثال. جيد ولا لا؟ عندك الزبل، السرجين، روث الأغنام والأبقار، واضح هذا نجس، هذا ليس مالا لكنه اختصاص ينتفع به. إذن في بعض الأشياء هي من باب الاختصاصات وليست من باب الأموال. هذه التي من باب الاختصاصات بارك الله فيكم، هل يصح بيعها؟ لا.
طيب كيف نتعامل فيها؟ نتعامل فيها بشيء يسمى إزالة الاختصاص، التنازل عن الحق، أنت لك فيها حق. فيمكن أن أقول على سبيل المثال: يا أستاذ ديماس، نزلت لك عن اختصاصي بهذا الكلب بكذا وكذا من الدراهم، فيقول قبلته. انظر، بدل أن أقول بعتك هذا الكلب، إذا قلت بعتك لا يصح. والشافعية بارك الله فيكم يغلبون جانب الألفاظ، قد تقول أنت هو من باب المعنى شيء واحد، يعني إيش الفرق بين نزلت لك عن الاختصاص وبعتك؟ نقول إذا كان يقول بعتك هذا تجري عليه أحكام البيع، لكن هذا ليس فيه أحكام البيع، وإنما هو نزول عن الاختصاص. فيقول نزلت لك عن اختصاصي بهذا الكلب، أو أسقطت حقي من هذا السرجين الذي هو روث الحيوانات كما قلت لك بكذا وكذا من الدراهم، فيقول قبلته، قبلت هذا النزول. واضح لنا؟ هذا يصح. إذن هنا لما قال بل يصح هبته، المراد بقوله بل يصح هبته، المراد بهبة أي على صورة نقل اليد أو إزالة الاختصاص أو إسقاط الحق من هذا الباب. واضح يا شيخ ولا لا؟ جيد؟ طيب، إذا تقرر هذا بارك الله فيكم، فلو قال قائل قبل أن ندخل في الشرط الذي بعده: ما الدليل على أن بيع النجاسات لا يصح؟ ما الدليل؟ الجواب: الدليل حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم الفتح: إن الله حرم بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام. إن الله حرم بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام. كم هذه؟ لاحظ معي، بيع الخمر لماذا؟ ما التعليل؟ النجاسة. والخنزير النجاسة. والميتة العلة في هذه النجاسة. إذن عندنا أصل وعندنا علة، فعد فقهاؤنا رحمهم الله العلة لكل نجس، فقالوا كل نجس لا يصح بيعه. جيد؟ من أين أتوا بهذه العلة؟ من هذا الحديث، مع حديث آخر وهو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب لأنه نجس، أيضا في الصحيح. قال والأصنام، طيب والأصنام ليست نجسة لأنها لا ليس لعدم الانتفاع بها شرعا، وبالتالي هذا شرط أو شرط آخر هو الذي لم يذكر المصنف، أنه يشترط في المعقود عليه أن يكون منتفعا به في الشرع. فالأصنام منفعته معدومة ملغاة في الشرع، لا نفع فيه شرعا، وبالتالي كل ما لا نفع فيه في الشرع لا يصح بيعه. اتضح يا شيخ ولا لا؟ جميل. انظر، نقرأ تتمة الحديث حتى نعلق عليه ثم نعود إلى الدرس. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام يوم الفتح: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، قالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن. ما معنى يطلى بها السفن؟ السفينة عندما تمشي في البحر الماء يأكل الخشب، فيطلى بهذا الشحم بعد أن يذاب، يطلى به الخشب حتى لا يكون كمنطقة العازلة بين الماء والخشب، فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود حتى تكون لينة، ويستصبح أي يسرق تمام من المصباح، ويستصبح بها الناس، يذوبون هذا الزيت زيت الشحوم ويصنعون فيه خيطا أو حبلا ثم يشعلون النار فيكون كالمصباح، ويستصبح بها الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، هو حرام. إيش الذي هو حرام؟ هل الانتفاع بهذه الأشياء هو حرام؟ هل الانتفاع بشحوم الميتة حرام؟ فطلاء السفن والاستصباح ودهن الجلود هو حرام؟ أو أن الحرام بيعها وأما الانتفاع فلكم أن تنتفعوا؟ فهمتم هذا إيش يسمى في اللغة العربية؟ هذا يسمى المشترك. مشترك، الضمير يعود على ماذا؟
هل الضمير يعود على البيع أو يعود على الانتفاع؟ وهذا من أسباب الاختلاف بين الأئمة. ولذلك بعض العلماء قالوا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هو حرام قصد الانتفاع بهذه الصور حرام، فيحرم الانتفاع بالميتة حتى بهذه الصور، وإذا حرم الانتفاع من باب أولى يحرم البيع. لكن فقهاء الشافعية وفقهاء آخرون قالوا الكلام في سياق الحديث على البيع، فلما قال عليه الصلاة والسلام هو حرام أي البيع حرام، أما الانتفاع فليس الحديث مسوقا لأجله، فيجوز الانتفاع، يعني ممكن تنتفع لكن ليس لك أن تبيع. وهنا تفهم قاعدة أن الشيء قد يجوز الانتفاع به لكن لا يجوز بيعه، هذا مثال. ومثال آخر الكلب، فإن الكلب يجوز الانتفاع به في الصيد، ويجوز الانتفاع به لحراسة زرع وحراسة غنم، لكن لا يجوز بيعه، فلا تلازم بين جواز الانتفاع وجواز البيع، فقد يجوز الانتفاع بالشيء لكن لا يجوز ماذا؟ لا يجوز بيع ذلك الشيء. فهمتم يا شيوخ؟ طيب. وفي الحديث الثاني يقول عليه الصلاة والسلام أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، لماذا؟ ما علة النهي؟ لنجاسة الكلب، صح؟ لنجاسة الكلب. وبالتالي الكلب هذا هل يصح بيعه؟ لا يصح بيعه مطلقا، سواء كان محترما سواء كان معلما أو غير معلم، سواء كان كلب صيد أو غيره، مطلقا نقول الكلب يحرم بيعه ولا يصح. وإذا أتلف لا ضمان على متلفه، لأنه ليس مالا في الشرع، هو من باب الاختصاص. فهمت ولا لا؟ الكلب إيش؟ يحرم بيعه ولا يصح، مع التحريم لا يصح، يحرم بيعه ولا يصح، وإذا أتلف لا ضمان على متلفه. جميل، فهمتم؟ هذا مذهب الشافعية والحنابلة، أخذا بحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، فقالوا إن الكلب لا قيمة له في الشرع، ليس مالا في الشرع، لأن المال ما كان طاهرا منتفعا به، وهذا ليس طاهرا، هو اختصاص. جيد. وقالت المالكية إن الكلب يحرم بيعه، هذا المعتمد عند المالكية، يحرم بيعه ولا يصح، لكن إذا تلف، بعدين بنقل هذه إن شاء الله، بعدين لكن إذا تلف بارك الله فيكم يجب الضمان على متلفه. هذا رأي من؟ المالكية. وقال الحنفية إن الكلب تمام إذا كان مما يباح اتخاذه ككلب صيد تمام أو كلب زرع فهذا يصح بيعه، يصح بيعه ويجب الضمان على متلفه. طيب لماذا صححتم بيعه؟ ألم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب؟ قالوا هذا عام، والحديث الذي فيه جواز اتخاذ، ليس بيع، جواز اتخاذ كلب الصيد وكلب الحرث وكلب الحراسة، الحديث هذا دل على جواز اتخاذ هذه الكلاب، وجواز الاتخاذ يقتضي جواز البيع، لأنه إذا جاز الانتفاع بها إذن يجوز بيعها كسائر الحيوانات. فهمتم ولا لا؟ فهم جعلوا حديث جواز الاتخاذ مخصصا لعموم حديث النهي عن البيع. أرجو أن يكون هذا واضحا لكم. فهمتم يا شيوخ ولا لا؟ لكن تنبهوا معي، ما زلت في المسألة. هذا في كلب جاز اتخاذه لنحو صيد أو حراسة، أما الكلاب التي تكون للزينة أو للهو بها في البيوت، لا للحراسة ولا للصيد، فهذه يحرم بيعها ولا يصح. والذي يظهر أنه على المذاهب الأربعة، لأنها ليست من الكلاب التي أباح الشارع اتخاذها. جيد. وبالتالي نقول يحرم بيعها ولا يصح، ولا ضمان على متلفها. تفضلوا تفضلوا، ممكن تتقدموا قليلا يعني. إذا يأتي بعضكم بجانب، يا عبدان تعال هنا، يا عبدان تعال هنا بجانبي.
إن شاء الله إذا في سعة في المكان جيد. تعال هنا يا عبدان، أنا لا أستعمل السبورة وأنت تجلس هنا بجانبي. أيوة تقدم، أيوة تقدم يا وافي، ما شاء الله. فهمنا بارك الله فيكم، انتهينا. بناء على هذا قد يقال الآن الكلب الذي يباع للشرطة لرجال الأمن هذا مما يجوز اتخاذه. تخريجا على مذهب الحنفية، واضح أو ليس تخريجا، يعني هو مذهب الحنفية، ما دام أنه يجوز اتخاذه إذن يجوز ماذا؟ يجوز بيعه. طبعا عند المالكية قول بجواز البيع، لكن معتمد ما ذكرته لكم، واضح يا شيوخ؟ طيب نعيد قراءة هذا المقطع من الكتاب. قال: وطهره أو إمكان طهره بغسل، فلا يصح بيع نجس كخمر وجلد ميتة، وإن أمكن طهرهما بتخلل أو دباغ، ولا متنجس لا يمكن طهره ولو دهنا تنجس، بل يصح هبته، أي على معنى نقل اليد، وليس المراد الهبة التي هي تمليك، تمام؟ طيب بعدين الآن ندخل في الشرط الثالث. إيش قال؟ قال: ورؤيته، أي ويشترط في المعقود عليه ثمنا كان أو مثمنا. رؤيته لمن؟ من الذي يراه؟ العاقدان، البائع والمشتري، فلا بد لكل منهما أن يرى المعقود عليه. قال: ورؤيته، أي المعقود عليه، إن كان معينا. ها هنا تنبه، المعقود عليه أحد أمرين، إما أن يكون معينا وإما أن يكون في الذمة. معينا كهذا الكتاب، هذه النظارة، هذا القلم، هذا معين. أو في الذمة، أي يكون بالصفة، فأقول مثلا: اشتريت منك ثوبا صفته كذا وكذا 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 بكذا وكذا. أو يقول البائع: بعتك ثوبا صفته كذا وكذا وكذا بكذا وكذا. تقول: قبلت هذا البيع. فهمت ولا لا؟ فهذا بارك الله فيكم، هذا في الذمة. طيب الآن أريدك أن تفصل معي، إذا كان معينا ما الذي يشترط؟ إذا كان في الذمة ما الذي يشترط؟ قال: إذا كان معينا تشترط الرؤية فقط، الرؤية فقط فقط فقط، لا يشترط معرفة الكمية والقدر. يعني على سبيل المثال أنا أريد أن أشتري هذه الأرض، فجئت ونفترض أن البائع لهذه الأرض هو الأستاذ، هو الأستاذ توفيق، هو الذي سيبيع هذه الأرض، هو صاحب الأرض وأنا المشتري. أين الأرض؟ هذه الأرض، بعتك هذه الأرض، يكفي ذلك، لا يشترط أن أعرف مساحتها، يكفي حدودها فقط، أرى حدودها إلى هناك إلى هناك، يعني إلى تلك الشجرة وإلى تلك الشجرة، بعد ذلك تكون 50 متر، 100 متر، 70 متر، المهم أنها رؤيت وعرفت حدودها، خلاص هذا يكفي. فهمت؟ هذا في إيش؟ في المعين. جئت مثلا عند الأستاذ هيرو، أستاذ هيرو يبيع البر أو يبيع التمر، عنده كومة كبيرة هكذا، فقال لي: بعتك هذه الكومة من التمر، تمام، بكذا وكذا. قلت: قبلت هذا البيع. جميل، قبلت هذا البيع، تم البيع. بعد ذلك هذه الكومة تكون 10 آصع، 15، تكون 12 صاعا، لا يهم معرفة القدر. لإيش؟ لأنه ماذا؟ معين. أحسن الله إليكم، جيد. لكن لو كان في الذمة، ما في الذمة هذا غير معين، ما في الذمة غير معين، فلا يصح أن تقول، انتبه، لا يصح أن تقول: بعتك الكتاب، الألف واللام، يعني معين الكتاب، هذا معين، بعتك الكتاب بصفة كذا وكذا، هذا لا يصح، لأنه معين تصفه، لا، المعين هذا لابد من رؤيته. لكن إذا كان غير معينا تقول، إذا كان غير معين تقول: بعتك ثوبا، بعتك كتابا، بعتك قلما صفته كذا وكذا 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 وكذا، تمام، تصفه وصفا يرفع الجهالة وتذكر قدره، كم قدره، تمام، فحينئذ بارك الله فيكم هذا يصح. ولذلك انظر العبارة، شوف ايش قال:
ورؤيته أي المعقود عليه إن كان معينا. إذا متى تشترط رؤية المعقود عليه؟ إذا كان معينا. فلا يصح بيع معين لم يره العاقدان أو أحدهما. إشارة إلى أن هذا الشرط لا بد أن يوجد في كل من العاقدين. ثم قال كرهنه وإجارته. كإيش؟ كرهنه وإجارته. يعني لا يصح أن ترهن شيئا معينا دون أن تراه. فالمرهون لا بد أن يكون مرئيا للراهن والمرتهن. ولا يصح أن تؤجر شيئا دون أن تراه. فالمؤجر العين المؤجرة لا بد أن تكون مرئية للمؤجر والمستأجر. فهمت ولا لا؟ وبالتالي بارك الله فيكم تأتي مسألة. الآن مثلا أنا على سبيل المثال أريد أن أشتري بيتا مثلا، تمام؟ طيب سمعت أن هنالك بيت مثلا في المدينة في سولو، فالبائع يرسل إلي الصور، التقط لي صور، هل يكفي هذا؟ هل يقوم هذا مقام الرؤية أو لا يقوم؟ الذي في ظني أنه لا يقوم، لأن الصور يدخل فيها التدليس كثيرا، صح؟ التدليس في الأحجام والتدليس في الألوان، وكم من شيء تراه بالصورة على وجه ثم في الحقيقة والواقع يكون على وجه آخر. وخير مثال لذلك شوبي. واضح لنا؟ واضح حتى لا ينتشر المقطع. ترى في الصور شيء عجيب، ثم بعد الشراء عندما يصل البيت ترى الحجم في الصورة هكذا، فإذا وصل إليك هكذا، سبحان الله، وكأنه أصابه الهزال في الطريق، تمام ولا لا؟ وتراه على لون، فإذا وصل إلى بيتك تجد اللون مختلف، يغيرون في الألوان ويغيرون في الأحجام إلى غير ذلك. فعلى كل حال مجرد رؤية الصورة هذا في ظني لا يكفي، تمام؟ في ظني لا يكفي. نعم، ها تفضل. بسم الله. نعم، ولذلك نحن نقول الآن رؤية المعقود عليه، فرؤية الصورة لا تقوم مقام رؤية المعقود عليه، هذا المقصود. إلا إذا كان سيرى الصورة ثم بعد ذلك سيرى عند العقد، سيرى الصورة ابتداء وعند العقد سيرى المعقود عليه، ما في مشكلة. واضح؟ ليس في هذا الكلام. قال كرهنه وإجارته. طبعا الكلام في الإجارة هنا إذا كانت إجارة على معين، أما الإجارة التي في الذمة هذا شيء آخر، لا يشترط الرؤية، لأن الإجارة التي في الذمة هي تشبه السلم. فأنت مثلا الآن لما تأخذ تذكرة تريد السفر إلى بوغور، تحضر الدورة في سنن الترمذي، تمام، هل يشترط أن ترى الحافلة التي ستحملك الباص في شركة روساليا؟ لا يشترط، هذه إجارة في الذمة، يعطوك الباص الأحمر تركب في الباص الأحمر، تركب في الباص الأسود، تركب في الباص الأبيض، ما عندك مشكلة، أنت تلزم ذمتهم أن يحملوك إلى بوغور بباص. واضح؟ كان هذا الباص أو ذاك أو ذاك لا يهمك، هذا في الذمة، هذا في الذمة. والإجارة كما سيأتي معنا في مبحثها نوعان، إجارة عين وإجارة في الذمة، سيأتي معنا في باب الإجارة إن شاء الله، وبينهم فرق في الأحكام. قال ورؤيته أي المعقود عليه إن كان معينا فلا يصح بيع معين لم يراه العاقدان أو أحدهما. كرهنه أي كما أنه لا يصح رهنه، وكما أنه لا يصح إجارته، أي كما أنه لا يصح رهن معين وكما أنه لا يصح إجارة معين، هذا المقصود. اتضح يا شيخ ولا لا؟ جميل. لماذا لا يصح؟ قال للغرر المنهي عنه. ما هو الغرر؟ الغرر هو من طوت عنا عاقبته، ما ندري يحصل ولا ما يحصل، من طوت ما خفيت، انطوت يعني خفيت، ما من طوت عنا عاقبته، يعني لا ندري يحصل أو لا يحصل، جيد ولا لا؟ أو نقول إيش؟ تعريف آخر، ما تردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، أي الأغلب هو الشيء المخيف أنه لا يحصل لك، تمام؟ ما تردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما. قال للغرر المنهي عنه، وإن بالغ في وصفه، هذه الغاية، يعني أنه لا يصح بيع المعين الذي لم يره العاقدان حتى ولو بالغ في وصفه، ما دام أنه معين، ما دام أنه معين.
طيب وايش تفهم؟ انه اذا كان في الذمة يكفي. ولذلك انظر في الزبد ايش قال: وانما يصح بالايجاب او بقبوله او استجاب في طاهر منتفع به قدر تسليمه ملك لذي العقد نضر ان عينه مع الممر تعلم. ها؟ ووصفه وقدر ما في الذمم. الذي في الذمة يكفي فيه الوصف والقدر. الذي في الذمة يكفي فيه الوصف والقدر. لكن المعين إن عينه مع الممر تعلم. المعين لابد من علم العين، من رؤية العين. واضح ولا لا؟ طيب إذا تقرر هذا بارك الله فيكم، قبل أن ننطلق للمسألة التي بعدها، قال هنا ورؤيته، هل يصح بيع الأعمى وشراؤه أو لا؟ على هذا التقعيد، هل يصح بيع الأعمى وشراؤه أم لا؟ لا يصح، لأنه لا يرى، فلا يصح للأعمى أن يبيع، ولا يصح للأعمى أن يشتري. واضح؟ والمراد لا يصح للأعمى أن يبيع أو أن يشتري إذا كان سيشتري معينا أو سيبيع معينا. أما إذا كان الأعمى سيشتري في الذمة، أي سيشتري بالصفة، واضح، بالذمة أو سيبيع في الذمة، فهذا يصح. إذن نقول متى يصح بيع الأعمى وشراؤه، أو ما هو المخرج في بيع الأعمى وشرائه؟ عندنا ثلاثة مخارج. المخرج الأول أن يكون بيع الأعمى أو شراؤه متعلقا بالذمة، بما في الذمة، واحد. الثاني أو أنه يكون في شيء معين لكن بطريق الوكالة، أو أن يكون في شيء معين لكن بطريق إيش؟ الوكالة. أو أنه رأى الشيء المعقود عليه قبل أن يصاب بالعمى، وكان ذلك المعقود عليه مما لا يتغير غالبا إلى حالة العقد. فهمت ولا لا؟ كأن رأى الأرض ثم أصيب بالعمى، جيد، وبعد أسبوعين من رؤيته للأرض اشتراها، تمام؟ فهنا يصح، لأن المعقود عليه مما لا يتغير في هذه المدة، أي في مدة أسبوعين، وهو الأرض، جيد؟ إذن كم صور هذه؟ أو كم مخارج لبيع الأعمى وشرائه؟ ثلاثة، جميل. قال رحمه الله تعالى: وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يغلب تغيره إلى وقت العقد. كلام جميل. قال وتكفي إيش؟ وتكفي الرؤية قبل العقد. هذه المسألة يريد أن يخبرك بمعلومة، وهو أن الرؤية لا تشترط في كل حالة أن تكون عند العقد. قد تكون الرؤية قبل العقد وتجزئ، لا تشترط الرؤية أن تكون دائما متى؟ عند العقد. قد تكون الرؤية قبل العقد وتجزئ، متى؟ قال وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يغلب تغيره إلى وقت العقد. الأشياء بارك الله فيكم يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا يغلب تغيره، لا يغلب تغيره، يعني إيش؟ الغالب بقاؤه على نفس الحال، هذا الأول. الثاني ما يغلب فيه التغير. الثالث ما يستوي فيه الأمران. الأول إيش؟ ما لا يغلب تغيره، مثل إيش؟ مثل الأرض، ومثل الدار، ومثل الحديد، هذا لا يغلب، في الغالب لا يتغير، تمام؟ أي يبقى على هيئته مدة طويلة. الثاني إيش؟ ما يغلب فيه التغير ويسرع إليه الفساد، كالأطعمة التي يسرع إليها الفساد، لأن في بعض الأطعمة إذا مثلا جمدت هذه لا يسرع إليها الفساد، تبقى لأشهر، كالأطعمة التي يسرع إليها الفساد، هذا الثاني. طيب الثالث ما يستوي فيه الأمران، التغير وعدم التغير، مثل الحيوانات، قد يكون صحيحا ثم يمرض خلال أيام، وقد يكون مريضا ثم يصح، صح؟ إذن كم صارت أقسام؟ لو أنه رأى المعقود عليه، تمام؟ وحال العقد لم يره، متى لا يصح في هذه الحالات الثلاث؟ أي قسم هذا الذي لا يصح؟
الذي لا يصح هو ما يغلب تغيره كالأطعمة التي يسرع إليها الفساد، هذا الذي لا يصح. طيب والباقي الأول والثالث على تقسيمنا يصح، أي ما الغالب فيه عدم التغير، ما يستوي فيه الأمران يصح. إذن الاستثناء لحالة، التي لا تصح حالة، والتي تصح حالتان. فهمتم؟ شوف العبارة كيف دقيقة. وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يغلب تغيره إلى وقت العقد. جيد؟ طيب تأتيك مسألة، شيء الغالب فيه عدم التغير كالحديد، نقول كالحديد، تمام، الغالب فيه عدم التغير. ممكن تقول السيارة، ممكن نحطها في هذا القسم، ممكن كالحديد أو السيارة الغالب فيه عدم التغير. جميل، رأيته قبل أسبوع أو قبل أسبوعين، ثم عند العقد لم أره، تكفي أو لا تكفي؟ تكفي الرؤية تلك؟ تكفي. جميل، تكفي. لكن بعد أن تم العقد بيني وبين البائع، إذ بهذا الشيء قد تغير، فالحديد مثلا أصابه صدأ بسبب أنه كان مكشوفا ونزل عليه مطر، أصابه صدأ، ممكن في أسبوعين أو في 10 أيام أن يصيبه صدأ، تمام. أو أن السيارة مثلا تغيرت، حصل لها حادث، أكسيدنت، واضح ولا لا؟ ممكن. فإذا وجدت السلعة التي الغالب فيها عدم التغير قد تغيرت، فيثبت الخيار للمشتري، يثبت إيه؟ الخيار للمشتري من حيث صحة البيع صحيح، لكن بعد ذلك يثبت الخيار. وطبعا التفريع بثبوت الخيار هذا تفريع على صحة البيع، لأن أصلا إذا صح البيع يثبت الخيار، لأن البيع إذا لم يصح ما يثبت الخيار. جيد؟ أما إذا تغير ذلك الشيء للأكمل فهذا لا يثبت الخيار للمشتري. يعني مثلا أرض عندما رأيتها كانت غير مزروعة، تمام، بعد شهر تم البيع، في الغالب لا تتغير في الشهر، لكن بعد شهر تم البيع بحسب الرؤية السابقة، ثم لما رأيت الأرض إذ بها قد زرعت، هل تغيرت إلى إيش؟ هل يقول المشتري أن أريد الخيار؟ لا، لا يثبت الخيار، لأنها تغيرت إلى أكمل. واضح يا شيوخ ولا لا؟ جميل، هذه مسألة. مسألة أخرى، المسألة الثانية تقول لو ادعى المشتري أن السلعة تغيرت عما كانت عليه عند الرؤية، واضح، قال أنا لما رأيتها، لما رأيت السيارة، لما رأيت الأرض، لما رأيت الدار ما كانت بهذه الصفة، كانت أفضل، تمام، وادعى البائع أنها ما زالت على تلك الصفة، قول من يصدق؟ قول البائع أنها على تلك الصفة أو قول المشتري؟ ها؟ قالوا يصدق قول المشتري. لماذا؟ لأن الأصل عدم كونها على تلك الصفة، فهمتم؟ لأن الأصل عدم كونها على تلك الصفة فيصدق المشتري. جيد؟ قال هنا ورؤيته، أعيد قراءة العبارة، قال ورؤيته أي المعقود عليه إن كان معينا فلا يصح بيع معين لم يره العاقدان أو أحدهما كرهنه وإجارته للغرر المنهي عنه وإن بالغ في وصفه. قال للغرر المنهي عنه، أنا ذكرت لكم تعريف الغرر، وحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، هذا في صحيح مسلم. والعلماء يقولون إن الأصول للنهي في المعاملات 4، إما الربا، يعني المعاملة ينهى عنها إما لأن فيها ربا تشتمل على الربا 1، وإما لأن فيها غرر، وإما لأن فيها ظلم، وإما لأنها تشغل عن عبادة مطلوبة. كم صارت؟ 4. النهي أحد الأسباب في النهي عن المعاملات، النهي أحد الغرر، عفوا الغرر أحد الأسباب في النهي عن المعاملات.
واضح يا شيخ ولا لا؟ إذا تقرر هذا فمن صور الغرر في عصرنا، وهذا أذكره لأن له صلة بالدرس، من صور الغرر في عصرنا ما يسمى بين قوسين التأمين التجاري. التأمين التجاري صورته أن الإنسان يدفع في كل شهر لشركة ما أو لجهة ما مبلغا معينا، تمام؟ في كل شهر يدفع هذا المبلغ مقابل ماذا؟ أنه لو حصل له ضرر أو حادث أو نحو ذلك أن تلك الشركة تتكفل بالرسوم أو بالمال الذي سيكلفه ذلك الحادث، بالضرر الذي حصل له بسبب ذلك الحادث. وإذا لم يحصل له شيء الشركة تأخذ ذلك المال، هذا هو غرر. ولذلك هذا النوع من أنواع التأمين حرام في قول جماهير علماء العصر، يعني قالوا حرام لاشتماله على محاذير، أبرز تلك المحاذير الغرر، لأنه قد يدفع الرسوم الأقساط هذه لمدة ثم لا يحصل له شيء، وقد يدفع ويحصل له أقل مما دفع، وقد يدفع ويحصل له ضرر يجبر بمثل ما دفع، وقد يدفع ويحصل له ضرر يجبر بأضعاف ما دفع، صح ولا لا؟ وهذا فيه غرر. إذن هذا النوع من التأمين لا يجوز. فإن قال قائل بعض الدول تلزم الشركات والأفراد بهذا التأمين، نقول إذا كان هذا التأمين ملزما من قبل الدولة، تمام، فحينئذ تلتزم به للضرورة فقط لأنه ملزم به، ومع ذلك إذا حصل لك ضرر فإنك لا تأخذ من هذا المال الذي سيعطى لك إلا بمقدار ما دفعت، واضح؟ إلا بمقدار ما دفعت. هذا بالنسبة لمسألة التأمين. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك، ما زلنا في الكلام على الرؤية، قال وتكفي رؤية بعض المبيع. انتبه الآن، هو قال قبل قليل لابد من رؤية ماذا؟ من رؤية المعقود عليه للعاقدين. ظاهر كلامه أنه لابد أن ترى جميع المعقود عليه، ولذلك قال العلماء رؤية كل شيء بحسبه، فرؤية الدار يكون برؤية جدرانها وسقوفها وسطوحها، واضح؟ حتى مكان الاغتسال الاستحمام، حتى مكان البالوعة أكرمكم الله، تنظر كل شيء. قالوا رؤية الكتاب، إذا تشتري كتاب لابد أن تنظر إليه صفحة صفحة، ورقة ورقة، هكذا حتى يصح، واضح؟ لأن أحيانا بعض الكتب تشتريها بدون إيه؟ صح، بدون، ويحصل هذا. ولذلك قالوا لابد في شراء الكتب والمصاحف من رؤية جميع الأوراق. طيب يأتي السؤال، هل يكفي رؤية بعض المبيع عن الباقي أو لا يكفي؟ قال يكفي رؤية بعض المبيع عن الباقي في حالتين. في كم حالة؟ أي الآن سنذكر الحالتين، اكتب أنت 1 2. قال وتكفي رؤية بعض المبيع 1 إن دل على باقيه، أي إذا كان البعض، إن دل، من هذا الذي دل؟ البعض الذي رؤي، أي إن دل البعض الذي رؤي على الباقي، هذا معنى الكلام، واضح؟ مثال ذلك، نحن قبل قليل قلنا إن الأستاذ هيرو هذا يبيع مثلا التمر في السوق، عنده صبرة هكذا، كيس أو صندوق ممتلئ بالتمر، فأنا أريد أن أشتري منه التمر، هل لابد أن أرى حبوب التمر واحدة واحدة، تمرة تمرة؟ لا، يكفي أن أرى إيش؟ بعض المبيع الذي هو دليل على الباقي، زيد ولا لا؟ قال إن دل على باقيه كظاهر صبرة نحو بر، نحو بر ومثله تمر، وأعلى مائع، إيش معنى أعلى مائع؟ تشتري لبن، يعني لما كنا في السودان كان تجد أمام البقالة طست كبير هكذا فيه لبن، صاحب البقال هذا يبيع، تشتري كيلا، ها؟ هنا غير موجود طبعا، لبن طازج، لبن بقر أو لبن غنم إلى غير ذلك، ف
هذا اللبن أنت لا تراه كله، أنت ترى الذي في الأعلى. يقول يكفي أن ترى الذي في الأعلى الذي هو دليل على الباقي، فالبعض المرئي دليل على الباقي، هذا يكفي. قال إن دل على باقيه كظاهر صبرة نحو بر وأعلى المائع، ومثل مثل بالرفع، مثل معطوف على كظاهر، مثل بالرفع، بعضهم ضبطها بالكسر، ولذلك قلت لكم مثل بالرفع يعني تقدير الكلام كذا، وذلك مبتدأ، كظاهر خبر، ومثل معطوف على كظاهر، أي وذلك مثل أيضا. نعم فهمتم ولا لا؟ معطوف على المحل الذي هو إيه؟ خبر، وذلك كظاهر، وذلك مثل. جيد؟ نعم. قال كظاهر صبرة نحو بر وأعلى الماء، ومثل أنموذج متساوي الأجزاء كالحبوب. إيش الأنموذج؟ إيش هو الأنموذج؟ هي العينة. يعني أنا أريد أن أشتري البر أو أريد أن أشتري الفاصوليا، تمام، بنز، فالبائع يأتي إلي بيده هكذا بر أو في يده فاصوليا، فيقول الفاصوليا التي أبيعك إياها مثل هذه، تنظر، هذا يسمى إيش؟ أنموذج. الهمزة مضمومة، أنمو، والميم مضمومة، أنمو ذا، والذال مفتوحة. وللإمام الزمخشري رحمه الله كتاب في النحو اسمه الأنموذج، كتاب جميل في النحو، تمام. فهذا يسمى الأنموذج، ما يعني ما سيتم عليه العقد مثل هذا. هل يصح؟ أنت الآن ما رأيت كل المبيع، رأيت أنموذجا منه، يصح ولا يصح؟ فقال هنا ومثل أنموذج متساوي الأجزاء، بهذا القيد يكون إيش؟ متساوي الأجزاء كالحبوب. إذا كان متساوي الأجزاء، إيش تفهم من قولي متساوي الأجزاء؟ أنه لو كان متفاوت الأجزاء فإنه لا يصح، إذن لابد أن يكون متساوي الأجزاء. إذن لو سألتكم هل يصح بيع الأنموذج أو لا، تقول نعم يصح، عند فقهائنا الشافعية يصح بيع الأنموذج بشرطين. ممكن نلخص المعلومة كالتالي، نقول يصح بيع الأنموذج بكم شرط؟ بشرطين. الشرط الأول أن يكون في شيء متساوي الأجزاء، وهذا الشرط الذي نص عليه المؤلف رحمه الله، جيد. والشرط الثاني أن هذا الأنموذج يدخل في العقد. إيش معنى يدخل في العقد؟ يعني هو أعطاك هكذا عينة اللي تراها، ها، من الحبوب أو من الفاصوليا أو هذا الذي أراك إياه، لابد أن يدخل في المبيع، لابد أن يدخل في المبيع. إذن الشرط الأول ما هو؟ أن يكون متساوي الأجزاء، والشرط الثاني أن يدخل. طيب فإن اختل الشرط الأول بأن لم يكن متساوي الأجزاء، ها، لا يصح لتفاوت الأجزاء، وحينئذ يحصل ماذا؟ الغرر والجهالة. وإن لم يدخل النموذج في المبيع لا يصح أيضا، هذا مذهب الشافعية. الحنفية والمالكية لم يشترطوا الشرط الثاني الذي هو إيش؟ الإدخال. أنا بحثت في كتبهم، يعني فيما عندي من كتبهم هي قليلة، لم أجدهم يشترطون هذا الشرط. أقول لم أجد ولم أقول لا يشترطون، قد يكون الشرط أنا لم أجد، والله أعلم، تمام. طيب بارك الله فيكم، مذهب الحنابلة المعتمد عند الحنابلة، المعتمد عند الحنابلة بيع الأنموذج هذا كله لا يصح، المعتمد. وعندهم رأي آخر بالصحة، لكن المعتمد عندهم لا يصح. ليش؟ لأن العاقد لم يرى جميع المعقود عليه، وإنما رأى بعضه. إذن مذهب الشافعية وسط، فصححوا ذلك بشرطين، جيد. طيب انظر معي هنا ايش قال، ومثل أنموذج متساوي الأجزاء كالحبوب. نفترض الآن معهد سلمان الفارسي يريد أن يشتري مثلا للمدرسين طاقية مثل هذه الطاقية التي يلبسها الأستاذ هيرو، ويريد أن يشتري مثلا 50 واحدة، فذهب إلى التاجر فقال للتاجر أنا أريد أن أشتري مثل هذه الطاقية الإندونيسية الجميلة التي يلبسها الأستاذ هيرو، تمام، أريد أن أشتري مثلها. فالتاجر أتى له بعينة، قال له مثل هذه بهذه الصفة بهذا الارتفاع بهذا الشكل،
قال مثل هذه أريد 50 حبة، هل هذا يدخل في بيع الأنموذج أو لا؟ تأملوا جيدا. على كلام الفقهاء المتقدمين هذا لا يدخل، لأن هذا على صناعتهم غير متساهل، لأن الصناعات في ذلك الزمن تختلف. ولذلك انظر هو مثل بالحبوب، واضح ولا لا؟ فخرج بهذا الأواني والثياب والكتب، لأن هذه الأمور في ذلك الزمان تتفاوت، لأن الصناعات كانت صناعات يدوية، واضح ولا لا؟ لكن بمقتضى العصر أنه يصح، لأن الصناعات اليوم أصبحت غاية في الدقة، فيمكن أن يصنع لك من هذا الكوب تمام 100,000 كوب بنفس الشكل ونفس الحجم ونفس المقاس، صح ولا لا؟ ويمكن أن يصنع لك من هذه الطاقية 100,000 واحدة بنفس الهيئة، لا تفرق بين هذه وهذه. وحينئذ لدقة الصناعات في عصرنا يمكن أن نقول إن بيع الأنموذج يصح في هذا، لتحقق الشرطين: الشرط الأول أنها أصبحت متساوية الأجزاء، والشرط الثاني أنها تدخل في إيش؟ في المبيع، في المعقود عليه. جيد ولا لا؟ جميل. قال هنا: ويكفي رؤية بعض المبيع. متى يكفي رؤية بعض المبيع؟ قلنا في حالتين، صح؟ ذكرنا الحالة الأولى. ما هي الحالة الأولى؟ إن دل بعضه الذي رؤي على باقيه. جيد. والحالة الثانية إيش؟ شوف: أو لم يدل على باقيه بل كان صوانا للباقي، بل كان صوانا للباقي لبقائه. يعني الجزء الذي رؤي لا يدل على الباقي، لكنه هذا الجزء الذي رؤي حفظ للذي في الداخل. صوان بضم الصاد أي حافظ للذي في الداخل. ما مثاله؟ قشر الرمان. قشر الرمان هذا صوان لحب الرمان الذي في الداخل، واضح ولا لا؟ فحينئذ لا يشترط أنك تفتح الرمان حتى تنظر الحبوب التي في الداخل، لا يشترط. أين الذي هو محل الفائدة؟ الحب الذي في الداخل. هل يشترط أن تزيل القشر حتى ترى ومثلها البطيخ، لا يشترط أن تزيل قشر البطيخ لترى ما في الداخل، حمراء ولا بيضاء ولا كذا، فهمت ولا لا؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن هذا الذي في الخارج الذي رؤي هو لا يدل على ما في الداخل، لكنه من مصالح الذي في الداخل، من مصالح الذي في الداخل، لأنه حافظ صوان له. هذه الحالة الثانية. إذن هنا تكفي رؤية البعض. متى تكفي رؤية البعض؟ إذا كان هذا البعض المرئي صوانا أي حافظا لما في الداخل، من مصالح ما في الداخل. نعيد قراءة العبارة. قال: أو لم يدل على باقيه بل كان صوانا للباقي لبقائه. ما مثاله؟ قال: كقشر رمان، أيوة، وبيض، قشر البيض، فإن قشر البيض صوان لما في الداخل، وقشرة سفلى لنحو جوز. أنا أمس أرسلت لكم صورة في الجروب، ممكن ترسل للأستاذ وحي الصورة يا أستاذ محمد حتى يسهل علينا الشرح. تعرفون الجوز ولا لا؟ أكيد أستاذات يعرفنا الجوز. تعرفنا يا أستاذات الجوز؟ نعم. تعرفنا الجوز عندما يكون أخضر ولا لا؟ أرسلتها؟ أستاذ وحي أرسل إليكم، افتحوا الصورة بارك الله فيكم في جروب المستوى الثاني، ممكن تحطها في جروب المستوى الأول في برنامج مفيد حتى. شوفها، خلاص وصلتكم صورة يا مشايخ؟ موجود. نعم. شوف، هذا الجوز هذا له قشرتان، في قشرة خارجية، نعم، وفي تكون لونها أخضر، وفي قشرة داخلية يكون لونها بني، ثم يأتي إيش؟ الجوز، تمام؟ شوف إيش يقول لك هنا: وقشرة سفلى لنحو جوز، يعني يكفي رؤية القشرة السفلى لنحو الجوز. طيب السؤال: هل يكفي رؤية القشرة العليا؟ لا، لا يكفي. لماذا؟ لماذا لا يكفي رؤية القشرة العليا للجوز؟
لأن بقاء القشرة العليا ليس من مصالح الجوز، فلا يكفي رؤيتها، لكن رؤية القشرة السفلى يكفي، إلا في حالة واحدة، ها استثناء، إلا إذا كانت القشرة السفلى لم تنعقد، أي لم تقوى، ما زالت تؤكل، القشرة السفلى ما زالت تؤكل، فحينئذ إذا كانت القشرة السفلى تؤكل لم تقوى فيكفي رؤية العليا. واضح ولا لا؟ وإذا رأيتم الصورة سيتضح لكم أكثر. نقرأ العبارة. قال وقشرة سفلى لنحو جوز فيكفي رؤيته، أي رؤية الصوان، لأن صلاح باطنه، هذا التعليل، لأن صلاح باطنه في إبقائه، أي في إبقاء هذه القشرة، لأنك لو قلت نحن لابد نزيل القشرة حتى ننظر فسد ما في الباطن. قال لأن صلاح باطنه في إبقائه وإن لم يدل هو عليه. ثم قال ولا يكفي رؤية القشرة العليا، لماذا؟ لأن بقاء القشرة العليا ليس فيها صلاح ما في الباطن، بخلاف بقاء القشرة الإيش؟ السفلى. قال ولا يكفي رؤية القشرة العليا إذا انعقدت السفلى. إيش قال عندكم؟ ولا يكفي رؤية إذا انعقدت السفلى. أيوة إذا انعقدت السفلى. طيب مفهومه، فإن كانت السفلى لم تنعقد لم تقوى، يعني تؤكل السفلى، فيكفي رؤية العليا، ها كما قررنا الحمد لله. واضح يا شيوخ؟ إذا باختصار إيش نقول؟ إيش نقول؟ تكفي رؤية بعض المبيع في حالتين، الحالة الأولى إن دل ذلك البعض على باقيه، الحالة الثانية إذا كان البعض المرئي سوانا سوانا لباقيه. جيد؟ وذكرنا مسألة بيع الأنموذج، ونلخص بيع الأنموذج فنقول إن بيع الأنموذج يصح عند فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى بشرطين. الشرط الأول أن يكون المبيع المعقود عليه متساوي الأجزاء، والشرط الثاني أن يدخل في المعقود عليه، أن يكون جزءا من المعقود عليه أن يدخل فيه، وإلا لا يصح. ومذهب الحنفية والمالكية عدم اشتراط الشرط الثاني، تمام. ومذهب الحنابلة في المعتمد عندهم، لهم رأي آخر، في المعتمد عندهم أن بيع الأنموذج لا يصح لعدم رؤية جميع المبيع، فهمتم؟ يكون مذهب الشافعية وسط بين هذه المذاهب. كم الساعة الآن؟ نقرأ قليلا أو تعبتم؟ ها نقرأ، بسم الله، مدام سكتوا نقرأ أو نقف؟ نقرأ بسم الله. قال رحمه الله تعالى ويشترط أيضا قدرة تسليمه. هذا الشرط رقم كم؟ نريد أن نختم الشروط حتى نقف على أول الربا. قال ويشترط أيضا قدرة تسليمه. قدرة تسليمه ماذا؟ تسليم ماذا يا؟ معقود عليه. إيش يعني المعقود عليه؟ يعني البائع يسلم السلعة والمشتري يسلم الثمن، أي كل واحد منهما يسلم ما في يده للآخر، أن تكون القدرة عند كل واحد منهما لتسليم ما في يده للآخر. ولاحظ معي هنا قال ويشترط أيضا قدرة تسليمه، وتبع في هذا التعبير المنهاج، فإنه عبر بالقدرة على التسليم، والمعتبر في المذهب التسلم فقط، حتى لو كان غير قادر على التسليم لكنه يقدر على التسلم بلا مشقة كفى. فمثلا عندي سيارة مغصوبة، فقال لي الأستاذ بن مسعود بعني سيارتك، قلت له مغصوبة، من غصبها؟ فلان. فقال بعني سيارتك بكذا وكذا وكذا، تمام، طبعا هو قد رآها، تمام، بعني سيارتك بكذا وكذا وكذا وأنا أنتزعها من غاصبها، قبلت، يصح أو لا؟ يصح، مع أنني الآن ليس عندي قدرة على التسليم لكنه يقدر على التسلم. فالشرط ما هو؟ القدرة على التسلم لا القدرة على التسليم. لكن المصنف هنا تبع عبارة المنهاج، والمنهاج أراد أن يقرر ما هو محل اتفاق، الذي هو محل اتفاق اشتراط القدرة على التسليم، لأن الاكتفاء بالقدرة على التسلم فيها خلاف،
والمعتمد أنه كافي. جيد. قال ويشترط أيضا القدرة على تسليم، فلا يصح، هذا تفريع، فلا يصح بيع آبق. آبق إيش معنى آبق؟ هارب يعني. والإباق هذا صفات من صفات العبيد، يهرب، يهرب من سيده. تمام. لعمرك إن لي عبدا وابنا، سواء في المقال، فسواء في الكلام وفي المقال، فذلك فذلك فذاك سابق من غير سين، وذاك عاقل من غير لام. سابق من غير سين آبق، وعاقل من غير لام عاق. فهمتم ولا لا؟ فقال هنا فلا يصح بيع آبق. لماذا؟ لعدم القدرة على تسلمه. فإن كان المشتري قادرا على إيجاده في مكانه وأخذه يصح. قال والضال أي مفقود ضائع ومغصوب. شوف إيش قال، لغير قادر على انتزاعه. مفهومه أنه لو كان قادرا على انتزاعه فإنه يصح، ومحل الصحة إذا كان قادرا على انتزاعه بغير كلفة ومشقة ومؤنة. جيد. ولذلك قالوا، قال الفقهاء إذا قال أنا أقدر على انتزاعه ثم عجز فيثبت له الخيار. واضح؟ قال أنا أقدر، يعني أستاذ بن مسعود قال أنا أقدر على انتزاع السيارة من غاصبها ثم عجز، يثبت له الخيار. جيد. قال هنا وكذا، أيش يعني وكذا؟ أي وكذا لا يصح، وكذا لا يصح سمكي، وكذا سمكي، إيش يقدر الكلام؟ وكذا لا يصح بيع سمكي. فقوله سمكي معطوف على قوله آبق، أي فلا يصح بيع آبق ولا سمكي. واضح يا شيخ ولا لا؟ وسمك بركة، إيش عندكم سمك أنتم في الرفع ولا بالجر؟ بالجر أي نعم. سمك بركة شق تحصيله. شق إيش مفهومه؟ أنه إذا لم يشق تحصيله يصح. ولذلك الآن لما تذهب إلى سوبر ماركت وعندهم سمك في الأحواض، تقول للبائع اللي عند السمك أنا أريد هذه السمكة، يدخل الشبكة هكذا ويخرجها لك ويبيعك إياها، يصح هذا. واضح؟ لأنه لا يشق إيش؟ لا يشق تحصيلها. جيد. يعني حتى لو تم البيع والسمكة لازالت داخل الحوض، حوض صغير هكذا يكون نصف متر أو متر، تمام، زجاجي، حتى لو كانت داخل وعينت ما زالت داخل وتم البيع يصح، لأنه لا يشق تحصيلها. قال رحمه الله وكذا سمك بركة شق تحصيله. قال مهمة، مسألة مهمة. قال في حكم في بيان حكم من تصرف في مال غيره ظاهرا ثم تبين أنه له، وهذه المسألة قد تقدم معنا شيء منها. قال المصنف رحمه الله من تصرف في مال غيره أو غير غيره بالهاء غير من تصرف في مال غير ببيع أو غيره، بيع، هبة، إجارة، جيد، ظانا تعديه. يقول قائل هذه المسألة قد ذكرت فلماذا أعادها هنا؟ أقول لك الذي ذكر إذا تصرف في البيع، وهنا في البيع وغيره، فالكلام هنا أعم من الكلام هناك. جيد. قال من تصرف في مال غير ببيع أو غيره كإجارة أو هبة ظانا تعديه، أي يظن أنه متعدي. مثلا بعت كتاب حديد، أظن أنني متعدي بهذا الفعل. وقوله ظانا تعدي هذا ليس قيدا، سواء كنت تظن أنك متعد أو كنت تظن أن الكتاب كتابك. يعني مثلا هذا الكتاب الجميل أنا عندي نفس الطبعة، فظننت أن هذا الكتاب كتابي فأردت أن أبيعه، وأنا الآن لست متعديا. جيد ولا لا؟ تأتي في هذه المسألة. فقوله هنا ظانا تعدي ليس قيدا، ليس قيدا، سواء ظن أنه متعد أو ظن أنه إيش غير متعد أو أطلق، ما في مشكلة.
قال من تصرف في مال غير ببيع أو غيره ظانا تعديه فبان أن له عليه ولاية. أن له عليه أي على ما تصرف به ولاية. كأن أنا سيبين لك كيف. كأن كان مال مورثه، أي المال الذي تصرفت به تبين أنه مال مورثك، أي أنك مثلا بعت سيارة لأبيك، ثم بعد البيع تبين أن أباك قد مات قبل البيع. شوف متى تبين لك؟ بعد البيع. أن أباك متى مات؟ قبل البيع. أو وقفتها أو وهبتها أو أجرتها. إذن هذا الكلام ليس بخصوص البيع فقط. قال كأن كان مال مورثه، كأن كان مال، مال بالنصب، أين اسم كان؟ كأن كان المتصرف فيه مال مورثه، هذا التقدير. كأن كان المتصرف الذي تصرف فيه مال مورثه فبان موته، أي موت مورثه، أو مال، أي أو كان المتصرف فيه مال أجنبي فبان إذنه له، فبان إذن الأجنبي له. جميل. أو ظانا فقد شرط فبان موسوفية للشروط، يعني باع مالا، باع مالا لنفسه، باع مالا لنفسه، يظن ماذا؟ يظن أن هذا المال اختل فيه شرط من الشروط السابقة، فبان عدم اختلال ذلك الشرط وأنه مستوفي لشروط الصحة. جيد. الثالث هذا إذا باع مالا لنفسه، والأول والثاني إذا باع مالا لغيره، فتنبه. جيد. أو ظانا فقد شرط فبان مستوفيا للشروط، صح تصرفه في الصور الثلاث، صح تصرفه في الصور الثلاث. ما التعليل؟ قال لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر. لماذا؟ لأن العقود بارك الله فيكم لا تفتقر إلى نية، فلما كانت لا تفتقر إلى نية فالعبرة فيها بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف. ولذلك إذا بعت سيارة أبيك وتبين بعد البيع أن أباك قد مات قبل البيع وأنه لا وارث له إلا أنت، فالسيارة ملك لك، واضح؟ صح البيع. حتى وإن كنت تظن أنك متعد عندما بعتها، لكن البيع يصح، قلنا ولا ما يصح؟ انتبه، البيع يصح ولا يصح؟ يصح البيع، لكنك تأثم لأنك أقدمت على عقد باطل في الظاهر، والتلبس بعقد فاسد حرام، فمن حيث الإثم تأثم لسوء القصد إذا كنت متعديا، إذا كنت متعديا هنا الإثم. أما إذا لم تكن متعديا كما في المثال مع الأستاذ لما أخذت كتابه أظنه كتابي، لا تأثم أصلا. لكن إذا كنت متعديا تأثم. لكن يصح ولا يصح؟ نعم يصح، ما دام تبين أنه ملكك يصح. قال هنا لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر. لماذا العبرة بالعقود بما في نفس الأمر؟ لأن العقود ماذا؟ لا تحتاج إلى نية. أحسنتم، انتبهوا للتعليلات. قال وفي العبادات، أي والعبرة في العبادات، هذا تقدير الكلام، والعبرة في العبادات بذلك، أي بما في نفس الأمر وبما في ظن المكلف. شوف، ولذلك مرة معنا مثلا في التيمم قريبا، بارك الله فيكم، لا أدري معكم أو في درس المنهاج، أنه لو تيمم يظن أن الوقت قد دخل وقت الصلاة، لأن التيمم لا يصح قبل الوقت، فتيمم يظن أن الوقت قد دخل، فتبين أنه تيمم قبل دخول الوقت، لا يصح تيممه. ها؟ ليش؟ لأن العبرة بما في نفس الأمر. ولو أنه بارك الله فيكم عكس المسألة، لو أنه تيمم يظن أن الوقت لم يدخل فبان أنه تيمم بعد دخول الوقت، لا يصح تيممه. جيد. إذن في الحالتين لا يصح تيمم. جيد. قال هنا لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر وفي العبادات، أي والعبرة في العبادات بذلك، أي بما في نفس الأمر وبما في ظن المكلف.
ومن ثم سيعطيك مثال في العبادات، لو توضأ ولم يظن أنه مطلق، أن الماء مطلق، يعني توضأ بماء يظنه نجس أو بماء يظنه طاهر غير مطهر، ثم تبين له أنه ماء طهور، واضح؟ يعني عنده ماء هنا ظن أن هذا الماء ماء مستعمل أو أن هذا الماء ماء متنجس، مع ذلك مع هذا الظن توضأ به، ثم تبين أن هذا الماء طهور لا يصح وضوءه. ليش؟ لأن العبرة بإيش؟ بما في ظن الأمر وبما في نفسي، بما في ظن المكلف وبما في نفس الأمر. نعم. قال ومن ثم لو توضأ ولم يظن أنه مطلق بطل طهوره وإن بان مطلقا. تمام، لأن المدار فيها أي في العبادات، فالضمير في قوله فيها في العبادات، تمام، يعود على العبادات، لأن المدار فيها على ظن المكلف. سؤال، هل هذه القاعدة أن العبرة في العبادات بما في نفس الأمر وبما في ظن المكلف، والعبرة في المعاملات بما في نفس الأمر فقط، هل هي خاصة بالمعاملات المالية فقط؟ انظر ماذا قال، وشمل قولنا ببيع أو غيره التزويج والإبراء وغيرهما. فلو أنه مثلا زوج أخته يظن أن أباه لازال حيا، زوج أخته يظن أن أباه لازال حيا، واضح؟ ثم تبين أنه عندما زوج أخته كان أبوه قد مات، يصح الزواج، واضح؟ العبرة بإيش؟ بما في نفس الأمر، جيد؟ واضح يا شيوخ؟ ولو أنه قال لفلان أبرأتك من المئة الألف أو من المليون روبية التي في ذمتك لي، تمام؟ قال ذلك هازلا وهو يظن أن ليس له عليه شيء، لكن قال له هكذا، فهمت؟ ثم قال له جزاك الله خير، علي في ذمتي لك مليون روبية من قبل سنة، يا الله أنا كنت أمزح فقط وأنا هازل ولسه يعني جاد، خلاص يتم البراءة. فالعبرة إيش؟ بما في نفسي الأمر لا بما في ظني المكلف، اتضح؟ فقال هنا وشمل قولنا ببيع أو غيره التزويج والإبراء وغيرهما. فلو الآن سيفرع أو سيمثل، فلو أبرأ من حق ظانا أنه لا حق له فبان له حق صح على المعتمد. وطبعا من باب الفائدة في الإبراء لابد أن يكون المبرأ معلوما عند المبرئ، واضح؟ لا يصح الإبراء من مجهول، يعني لو قال مثلا الأستاذ فرحان أبرئني من الدين الذي علي لك، كم الدين؟ قال يعني دين نسينا كم، أبرأتك بالدين هكذا وأنا لا أدري كم، هذا لا يصح. ولذلك شوف في الزبد إيش يقول، في الزبد موجود، يصح يضمن ذو تبرع وإنما يضمن دينا ثابتا قد لزم يعلم كالإبراء. كما أننا قلنا في باب الضمان لا بد أن الضامن يعلم قدر المضمون، صح قلنا هذا؟ كذلك في الإبراء لا بد أن المبرئ يعلم قدر المبرأ منه، فهمتم؟ يعلم كالإبراء والمضمون له طالب ضامنا ومن تأصله، ها؟ احفظوا مع الفهم بارك الله فيكم. قال فلو أبرأ من حق ظانا أنه لا حق له فبان له حق صح على المعتمد، جيد؟ ولو تصرف في إنكاح، يعني في نكاح، يعني أنكح أي زوج، فإن كان مع الشك في ولاية نفسه فبان وليا لها حينئذ، أي حين العقد، حينئذ يعني حين العقد، صح اعتبارا بما في نفس الأمر كما قلت لكم. ثم قال رحمه الله تعالى إيش؟ وشرط في بيع ربوي، هذا بداية باب الربا، نجعله إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. يسر الله أمورنا وأموركم، ونفعنا الله بما نتعلم، والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.